السلام عليكم. ماذا أصلح الله الأمير؟ أصحيح أنك خبأت مسلم بن عقيل وجمعت السلاح والرجال له وظننت أن ذلك يخفى علي يا هانئ؟ كلا، لم أفعل شيئا من ذلك أبدا، وفي إمكانك أن تتحقق من الأمر يا ابن زياد. الذي جاءني بالخبر أصدق منك عندي يا هانئ ابن عروة. يا معقل، أخرج إليه في الحال وكذب ذلك المفتري. مرحبا بك يا هانئ، هل تعرفني؟ نعم أعرفك فاجرا كاذبا، لعنة الله عليك. اسمعني جيدا يا هانئ، إذا لم تأتني بمسلم سآمر بقطع عنقك وأرمي به من فوق القصر. والله لو كان بين يدي ما سلمته لكم أبدا ولو قتل. أتقول لي هذا الكلام؟ ادلوه مني حالا. أتتجرأ علينا هكذا أيها الوقح وفي عقر دارنا؟ تعصم لك من فاجر كذاب. لقد أحل لي أدبك وسأقطع رأسك وأرمي به من فوق القصر. ما هذا الضجيج؟ لقد حوصر القصر يا مولاي ابن زياد برجال هانئ المسلحين. اسمع يا شريح، اخرج اليهم واعلمهم بان صاحبهم حي وان الامير يتحدث اليه عن اشياء تهم البلاد وسوف يعود اليهم. ايها القوم، ماذا هذا الضجيج؟ اقسم لكم بان هانئا ومولاي ابن زياد في القصر يتحدثان بشان امور تهمكم، وبعد قليل سيخرج هانئ ويذهب الى بيته ان شاء الله تعالى. لماذا لا يخرج اليه؟ ارجعوا الى بيوتكم بامان رحمكم الله. نريد هانئ، هيا اصرخوه، يريد هانئ، هيا اصرخوه، يريد هانئ. حاصروا القوم من كل مكان، لا تجعلوهم يدخلون القصر. الزمرة الفاسدة. حاصر مسلم وجيشه القصر وهم ينوون الهجوم عليه يا سيدي. أغلقوا الأبواب والنوافذ وتحصنوا جيدا، وليذهب الرماة إلى السطح. هم كثيرون ولا نستطيع التصدي لهم. ارشقوهم بالنبال من الاعلى وليثبت كل في موقعه، لا تجعلوا لهم فرصة لدخول القصر. هيا الأمر خطير جدا، ماذا نعمل؟ هيا تحركوا وانشروا جواسيسكم في كل مكان. قولوا لهم إن جحافل جيش يزيد بن معاوية قادمة إليكم، ولقد أصبحت على مشارف مدينة الكوفة. أيها القوم، الحصار قبل أن يهجم علينا جيش الشام.
هيا أيها القوم، يقولون إن جيش يزيد قد أصبح على مشارف الكوفة. أيها القوم فكوا الحصار، لقد حاصر يزيد الكوفة بجيش جرار لا قبل لنا به. هيا تفرقوا هيا. أيها القوم، لقد حشد ابن زياد جيشا جرارا من البصرة وهو على مشارف المدينة. اخرس أيها الجبان وإلا قطعت عنقك. إنه يقول الحق. أجل لقد سبقت يا أخي، وأنا سأذهب إلى بيتي. لقد بدأت أخشى عليك يا بني، اذهب أنت إلى المنزل وسأبقى أنا مع مسلم. لقد تركت أولادي وحدهم وأخشى كثيرا أن يصيبهم أي مكروه. إلى أين أنتم ذاهبون يا قوم؟ انتظر قليلا يا اخي، انتظروا، ما بالكم، سوف ننتصر، انتظروا. يا مولاي نجحت الخطة تماما وقد تفرقوا، ولقد بقي مسلم وحيدا. أشكركم على ما صنعتم وسأكافئ كل واحد منكم. أعطوا كل من يقبض على مسلم مكافأة. سمعا وطاعة يا مولاي. لا تتركوه يفلت من بين أيديكم. نحن على أتم الاستعداد يا مولاي. الله أكبر. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لقد غدر بنا أهل الكوفة، انصرفوا إلى بيوتهم ونقضوا بيعتهم للإمام الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرى أن نذهب الآن إلى بيوتنا وسنجتمع غدا صباحا إن شاء الله وندخل القصر عنوة، والجميع سيأتون معنا. سنهجم على القصر غدا في الصباح الباكر وسيأتي الجميع معنا. بالتأكيد يا أخي، نعم الرأي. أرى أن نذهب الآن ونلتقي غدا في الصباح الباكر وسيأتي الجميع معنا إن شاء الله تعالى. نعم الرأي ما رأيت يا أخي، لا بد من الذهاب إلى البيوت الآن، لأن جواسيس عبيد الله بن زياد اللعين يبحثون عنا في كل مكان. ولما جن الليل انصرف العشرة الذين كانوا معه، وبقي مسلم وحده هائما على وجهه في أزقة الكوفة. مسلم بن عقيل يبحث عن ملجأ يؤويه فلا يهتدي إلى مكان أمين، فالذين طلبوا قدوم الإمام الحسين عليه السلام جبنوا واختبأوا في بيوتهم. لقد جفت شفتاي من العطش. إنها امرأة، لأسألها قليلا من الماء فإنني أكاد أموت من العطش. مرحبا يا أمة الله، هل لي بشربة ماء؟ أهلا، على الرحب والسعة يا بني، سوف أجلب لك الماء حالا. تفضل. شكرا لك. هنيئا. أنا أرجوك يا بني، أرجوك لا تقف أمام الباب. كان موقفا حرجا وانكسارا مروعا، فواجه الموقف بعزيمة لا تلين وإرادة لا تقهر. إنه ما زال واقفا هناك، يا ترى ماذا يريد؟ فلأذهب إليه وأستطلع الأمر. ألم تشرب الماء يا أخي؟ بلى يا أمة الله. إذن اذهب إلى أهلك، فإنه لا يصلح لك الجلوس على باب عافاك الله. يا أمة الله، ليس لي في هذا البلد منزل ولا عشيرة. ومن أنت؟ أنا مسلم بن عقيل، سفير الإمام الحسين وابن عمه.
كذبني القوم وغروني وتفرقوا عني يا أمة الله. أحقا يا أخي أنت مسلم بن عقيل رسول الإمام الحسين سبط رسول الله؟ نعم هو أنا يا أمة الله. بأبي أنت وأمي، تفضل يا ابن عقيل إلى البيت، فإني والله أخشى عليك من جواسيس ابن زياد لعنة الله عليه. أنا أشكرك يا أمة الله، إنه أجر ومعروف سوف يكافئك الله ورسوله الكريم عليه يوم القيامة. من هناك؟ من الطارق؟ هل هو أنت يا بني؟ أجل أنا يا أمي، افتحي لي الباب بسرعة. أين كنت إلى هذه الساعة؟ قلقت عليك كثيرا يا بني، فالوقت تأخر. كان يوما حافلا، حافلا بالأحداث يا أمي. ليتك كنت معنا، لقد تفرقت الجموع عن مسلم بن عقيل بعد أن سمعت أن جيشا جرارا سيأتي من الشام غدا لمحاربتهم، وأعطوا جائزة كبيرة لمن يقبض عليه. أحقا تقول إن القوم انفضوا عن مسلم بن عقيل وتركوه وحيدا؟ أجل أجل يا أمي، ولا ندري إلى أين ذهب مسلم بن عقيل. أها، ماء وغذاء، ولكن لمن تحمل كل ذلك؟ لابد من معرفة الأمر. أراك تكثرين الذهاب إلى تلك الغرفة المهملة يا أماه. لا شيء أبدا يا بني، لا شيء أبدا. لا لا، لابد من أن أعرف، لقد رأيتك تحملين الماء قبل قليل. لمن كل هذا؟ من هناك؟ أخبريني يا أمي، أخبريني هيا. قلت لا شيء يا بني، لا شيء. يجب أن أعرف وسأذهب بنفسي للتأكد من ذلك. إذن انتظر، سأخبرك ولكن أتعدني بكتمان السر؟ بكل تأكيد يا أمي، صدقيني أعدك بذلك. ولكنني لا أطمئن إلى ما تقول يا بني. أقسم لك يا أمي، أنا لن أخبر أحدا بهذا الأمر أبدا. يا بني، إنه مسلم بن عقيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حقا إنه هو. إنها فرصتي، سأفشي السر غدا صباحا لأحصل على الجائزة الكبرى من ابن زياد. سيدي، عثرنا على مسلم بن عقيل. اسمع يا ابن الأشعث، أريده حيا أو ميتا، لابد من أن تقبضوا عليه، لا تدعوه يهرب. انتشروا في كل مكان وليذهب بعضكم إلى السطح. إنها حوافر الخيل، والله ما طلب القوم غيري أبدا. لا تتركوا له مجالا للهرب. سمعا وطاعة يا سيدي، سوف نقوم بالهجوم عليه من الخلف حالا. أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلق البارد سخنا مرا. رد شعاع الشمس فاستقرا، أخاف أن أكتب أو أغرا. سيدي، إنه صنديد من صناديد بني هاشم، لقد قتل منا الكثير. لا تهجموا عليه فرادى، بل اهجموا، بل اهجموا عليه بأجمعكم. سيدي لا يمكننا ذلك، إنه معروف بالقوة والشجاعة، ولا نستطيع إخراجه من البيت. لابد من أن نستعمل المكر والخديعة، ألقوا عليه النار من فوق السطح حتى يخرج من الدار. ha
هل لي بشربة ماء؟ أتراها ما أبردها يا مسلم بن عقيل؟ لا والله لن تذوق منها قطرة أبدا حتى تذوق الجحيم. ويحك يا رجل، ومن أنت؟ من أنا يا ابن عقيل؟ أنا ابن من نصح لإمامه إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفت. أنا مسلم بن عمرو الباهلي ابن عقيل، هلا عرفتني؟ لأمك الثقل ما أشفاك وما أغلظك، لأنت وأهلك أولى بالجحيم والخلود في نار جهنم. السلام عليكم. السلام على من اتبع الهدى. يا مسلم ابن عقيل، أما ترى الأمير ضاحكا عليك؟ لو قلت السلام عليك أيها الأمير أليس خيرا لك يا رجل؟ والله ما علمت أن لي أميرا غير الحسين، إنما يسلم على ابن زياد سلام الإمارة من يخاف منه. الويل لك، أتيت لتفرق الناس وتحثهم على معصية خليفة المسلمين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؟ ويحك من فاسق، أتتجرأ على الخليفة يزيد بن معاوية هكذا؟ قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يعرفها أحد في الإسلام يا مسلم. أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه. ويحك يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما أحيل بينك وبين الحق وأهله. ومن أهله يا ابن زياد عليك اللعنة؟ أهله سيدي ومولاي يزيد بن معاوية. فالحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا يا مسلم. لا والله ما هو بظن، وإنما هو اليقين. وهكذا ثارت ثائرة عبيد الله بن زياد، وراح يشتم حسينا وعليا وعقيلا أمام مسلم. هيا يا رجال، اصعدوا به فوق القصر واضربوا عنقه، ثم أتبعوا جسده رأسه لتجره الصبية في الطرقات. إذن يا ابن زياد، دعني أوصي وصيتي إلى بعض قومي. حسنا، لك ما تريد، اختر أحدا من هؤلاء. يا عمر بن سعد، الكل يعلم أن بيننا قرابة، ولي إليك حاجة وهي سر، فهل لا قمت معي إلى ناحية من القصر الآن؟ أتأذن لي يا مولاي بالذهاب معه؟ لك ما تريد، اذهب معه. يا عمر، إن علي دينا في الكوفة وهو 700 درهم، فاقضي عني واستوهب جثتي من عبيد الله بن زياد ووارها الطرار، وابعث إلى الإمام الحسين، فإني كنت كتبت إليه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا. أتدري ماذا قال لي يا سيدي؟ قبحك الله من مستودع سر يا عمر بن سعد. دع حسينك هذا يقدم علينا يا مسلم بن عقيل، فنذيقه الموت غصة بعد غصة. هيا اصعد به إلى السطح. دعني أصلي ركعتين وافعل بي ما بدا لك يا ابن زياد. لا، ليس إلى ذلك من سبيل. اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا وأنت خير الحاكمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما هي أخبار الكوفة؟ هل من جديد؟ أيكون مسلم سيطر على الكوفة وأخرج ابن زياد منها؟ لا أظن يا سيدي، إن ابن زياد شديد المكر، ولا أظنه أبدا يقع فريسة بيد مسلم وجماعته. حقا ما يقوله يا مولاي، إن عبيد الله عظيم الدهاء، إنه غليظ وقاسي القلب يا مولاي،